لو سألتك ايه هي اكتر شخصية كسولة في مدينة إلمور هتقولي ببساطة انه ريتشارد واترسون. اوكي طيب لو سألتك ايه هي اكتر شخصية نشيطة في مدينة إلمور بكل بساطة هتقولي انه لاري نيدلماير، الشخص اللي بيقوم بكل الوظائف الموجودة في مدينة إلمور، اكتر شخص نشيط في عالم جامبل المدهش، بحيث انه مش بيعرف يرتاح لأقل او ازيد من 5 دقايق والا قلبه هيقف حرفيا. ريتشارد واترسون اكسل شخص موجود في عالم جامبل المدهش، بيحس ان الشيء الوحيد اللي بيعرف يعمله هو انه ينام على الكنبة ويتفرج على التلفزيون وياكل بس. طيب ايه الجديد يعني يا عم علاء؟ طيب كتير من الاوقات الشخصين دول كانوا بيصيروا فضولي طول الوقت عايز اعرف عنهم اكتر. مش عارف انت اخدت بالك ولا لا ان الشخصين دول عكس بعض تماما. من شهرين تقريبا نزلت فيديو اتكلمت فيه عن موضوع مرتبط بفيديو النهاردة، وهو انه ازاي لاري بيشتغل اكتر من وظيفة والفلوس اللي بياخدها مقابل شغله، لكني ما اتكلمتش بتعمق عن السبب الرئيسي اللي خلى لاري مجبر على العمل طول الوقت. ففي الفيديو ده هنتعمق في شرح العلاقة بين الشخصين دول وازاي بيحافظوا على توازن عالم جامبو المدهش، وبرضه هتكلم عن سبب عمل لاري في كل وظائف المدينة وايه اللي حصل في صيف 1983. بس قبل ما نبدا انزل دلوقتي فجر زر اللايك علشان الفيديو ينتشر وتشجعني برضه علشان انزلك فيديو اكتر، وكمان ما تنساش تعمل اشتراك، عايزين نوصل 25,000 مشترك في اسرع وقت. وكمان لو عايز تنورني في حسابي على الانستجرام هتلاقي الرابط تحت في الوصف، تعالى بوزع هناك ترمس وبرد على كله. وبس كده ومن غير كلام كتير خلونا نبدا. في حلقة ملك الكسل عرفنا ان لاري كان اكسل شخص في المدينة وكانوا بيلقبوه بلاري الكسلان، بس كل ده اتغير بعد ما ريتشارد واترسون كسبه في صيف 83، وبعد كده لاري بقى ملزم بالعمل في كل الوظائف الموجودة في إلمور بحيث انه بيشتغل 83 وظيفة. ياب 83. اما عن ريتشارد فبقى ملك الكسل الجديد وبقت شغلته الوحيدة انه يقعد على كنبة ويتفرج على التلفزيون وياكل بيتزا. السؤال هنا هو ايه اللي حصل في صيف 83 بالتحديد؟ ما خلاص يا عم علاء ما تخش في الموضوع على طول. طيب مفيش داعي للفلسفة والكلام الكتير، وخلينا اقولك على النظرية. النظرية بتقول ان لاري وريتشارد عملوا تحدي الكسل، والتحدي ده قانون من قوانين عالم جامبو المدهش، والشخص اللي هيفوز في التحدي ده هيفضل كسول وعاطل لبقية حياته بحيث انه ممنوع يشتغل اي وظيفة، والا هيحصل خلل في عالم جامبو المدهش وده هيكون سبب تدميره تماما وابتلاعه من قبل الفراغ، وده اللي حصل في حلقة الوظيفة. فلو ريتشارد حصل على وظيفة فالشيء ده خاطئ ومش هيكون في صالح مدينة إلمور تماما، وكل الاخطاء الموجودة في عالم جامبو بينتهي بيها المطاف في الفراغ. وبالنسبة للشخص اللي هيخسر في التحدي هيتفرض عليه العمل في كل الوظائف الموجودة في مدينة إلمور طول حياته، وبشرط انه ممنوع يستقيل اطلاقا، والا ده هيكون سبب يؤدي لدمار العالم، وده اللي شفناه في حلقة البيتزا. كل اللي في الموضوع انه في توازن بين الشخص الكسول والنشيط، كل شخص بيقوم بوظيفته، كل شخص بيقوم بدوره، وغير مسموح لاي حد يقوم بوظيفة التاني تجنبا لدمار العالم. دي كانت نظرية تحدي الكسل وصيف 1983 وعلاقتهم بتوازن عالم جامبو المدهش. وبس كده ده كان فيديو النهاردة، قولي رأيك في النظرية تحت في كومنت، ولو عندك نظرية عايزني اتكلم عنها ما تبخلش وقولي عليها. شكرا ليكم على المشاهدة، اشوفكم قريب. اشترك في القناة.